اكثر سلسله كنغيب عليها في هاد لاشين واللي هي سلسله تجارب علميه. يا بسم الله، اليوم ان شاء الله جزء جديد من هاد السلسله، خليكم معنا. يو دراو الناس، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غنديروا اغرب تجارب علميه في السماء، تجارب علميه منهم اللي غريبين ومنهم اللي خطيرين، وكنصحكم تجربوهم في الدار. قبل ما نبداو خلي معكم واحد لايك، تابعونا في لاشين، اكتفيو لا كلوش، نبداو الفيديو. التجربه الاولى اللي غنبداو بها تجربه غتكون بسيطه، وحنا غاديين وكنصعبوا في التجارب. غنحتاجوا شمعه وحده، جوج كيسان، وشي حاجه اللي غادي نخشيوها وسط ديال الشمعه، شي كوغدون شي حاجه. من بعد غنشعلوا الشمعه من الراس الاول والراس الثاني، وغادي نحطوها فوق الكيسان، ومن بعد غتوقع واحد الحاجه واعره بزاف، نمشيو نجربوها. كيف كما تشوفوا كلشي عندنا، جوج كيسان، شمعه وكوردون. دابا اللي غنديروا غنشدوا الشمعه وغنحاولوا نلقى الضوء من هنا باش تولي بحال هكا. وفوالا كما تشوفوا قديناها من هنا وقديناها من هنا. دابا غادي نعبروها من النص، ديروا بحال هكا. فوالا كما تشوفوا دخلت الكوردون في الشمعه وحاولت نجيبو الوسط قد هنا قد هنا باش يكون التوازن. ابخي غنشعل الشمعه وغنحطها فوق الكيسان، ومن بعد غنشعل السمعة. ودابا اللي بقى هو نتسناو، ومع المدة خاص السمعة تبقى تدور هكا، فنتسناو. يا ربي تصدق. Two hours later. Tomorrow. One week later. لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا هو المشكل في هذه السلسلة، أغلبية التجارب ما كيصدقوش لينا. بحال التجربة هذي ما صدقاش كاع، مرة تفرجت فيها في فيديو وصدقاش، ودابا ما صدقاش، ما عرفش شناهو الديفو. ودوري ندوزو التجربة اللي موراها. التجربة الثانية، التجربة الثانية من بين أغرب التجارب في هذا الفيديو، إلا صدقات لينا غتكون شي حاجة ما كتدخلش للدماغ. غنحتاجو شمعة واحدة، كاس واحد، وشي حاجة اللي غنحطو فوقها الشمعة والكاس، وغنحتاجو بابي أبسوربون. غنشدو بابي أبسوربون، غادي نفزقو، غادي نحطوه، غنحطو فوق الشمعة شاعلة، غنحطو فوقها الكاس. من بعد بلا ما نستعملو لا كولا لا حتى حاجة، غنشدو الكاس، غنهزوه، وغادي نلقاوه لاصق. ونقدو نحطو أي حاجة ثقيلة فهي غتهز معاها. واو، شو نجربو؟ والا خوتي كيما كتشوفو كلشي واجد باش نبداو التجربة رقم جوج. هنا كاين الكيسان، كاينة جاجة، كاين الشمع، كاين البابي ابسوربون. غنديرو ليه هكا، وغادي نتنيوه بحال هكا، وغادي نفزقوه. من بعد غنحطوه في الوسط ديال الجاجة بحال هكا. غنحطو كاس هنا، كاس هنا، كاس هنا، وكاس هنايا، ومن الفوق نعمروهم بالماء. كيما كتشوفو كلشي واجد، طو الشمعة هنا، وغنزيدو شمعة أخرى باش تفهموا اكثر هاد ليكسبيريونس، غنشرحها لكم مزيان. هنا عندنا الشمع، غنشدو هاد الكاس، غنحطوه فوق هاد جوج الشمعات، وغنوركو حتى غيطفى. داخل ديال الكاس غيولي فيه واحد الضغط لان الاكسجين ما بقاش فيه. من بعد بلا ما نستعملو لا كولا لا حتى حاجه، خاصنا نهزو هاد الكاس، والكاس خاصو يهز هاد الشيء كامل. يعني تخيلوا معايا غير الزجاجه بوحده ثقيله، بوحده ثقيله، زائد الكاس الاول، الثاني، الثالث، الرابع، اللي كلهم معمرين بالماء. يعني غتكون شي حاجه واعره بزاف الا صدقات لينا. هاد التجربه كنبداتها في واحد الفيديو شحال هذه، وكانت صدقات لينا، ولكن ما كنتش حاط فوقها هاد الثقل كامل. يعني كلما زدنا ثقل كلما صعيب تصدق. يعني كيفاش بكاس واحد وبلا كولا بلا حتى حاجه غيهز هذا الوزن كامل؟ حطوا لي كومونتير شويه التوقعات ديالكم واش غتصدق ولا لا. بالنسبه ليا قلت احتمال قليل تصدق، ولكن نجربوا. دابا نقولوا بسم الله، 3 2 1، نوركم مزيان، تيطفاو الشمعات بجوج، ستريس ستريس، 3 2 1. لماذا تطير الغيوم والطيور؟ محاولة الثانية، نوركم بحال هكا، تطفى الشمعة، هاي طفات. دابا حط 3 3 2 1. محاولة رقم 3، وإن شاء الله غتصدق. درت 3 د الشمعات باش الضغط يكون كثر. لماذا تضيء النجوم في السماء؟ سؤال يراودني. آخر محاولة، 4 د الشمعات. بسم الله.
ثلاثة جوج واحد. والله ما نكملتش بالله انا بارك عليا صافي حيد عيس. دابا غنديروا المحاولة رقم 4. ما عرفتش مناش الديفو درت هنايا جوج بابي ابسوغ بون ما ربما يكون احسن. ودابا غنديروا المحاولة الرابعة ويا ربي تصدق لينا الشيء كيعصب بزاف ما عرفتش مال. حطوا بحال هكا يلا يلا ثلاثة جوج واحد يلا يلا ووو اخيرا 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 صدقات لي من بعد ربع هذه المحاوله اخيرا المحاوله صدقات لي اخيرا تجربه صدقات لي تجربه ثالثه واللي كتعتبر اخطر تجربه في هذا الفيديو من بعد الرابعه واقيلا الفكره ديالها بسيطه غنحتاجوا الشمع غادي نشدوه غنحطوه في شي حاجه وغادي ندوبو من بعد الشمع الدائب غنشعلو فيه العافيه وباش نطفيو العافيه غنحتاجوا الماء فكرة غلطة لان ملي غنرشوا الماء غتزيد تشعل العافيه واو نجربوه تصدق زعما ممكن يلا نجربوه دابا كما كتشوفوا ها هو الشمع ذوبته دابا غنحطوه هنايا من بعد غنشعل هذا الشمع العافيه 2000 years later وفوالا كما كتشوفوا قديت اخيرا نشعل العافيه في الشمع من بعد معاناه طويله تيخو بيا معاناه طويله ديال بصح باش نشعل العافيه في الماء ديال الشمع مهمه مستحيله دابا اللي غندير غنجيب قرعه وغادي نعمرها بالماء ما عادي من بعد غندير هكا وغندير هكا دابا الفكره خاصنا نحاولوا نطفيو العافيه بالماء وخاصها تشعل ما خاصها تطفى بسم الله حط ثلاثة يا ربي تصدق لينا بسم الله واحد جوج ما عادي جدا شوفوا واو واو والله تبقى نصدوم باقي هذا ما عادي ما كيفاش الماء كيشعل العافيه ما بقاش كيطفيها يعني العكس باش نطفي عافيه كيخوي عليها الماء كيزيد تشعل واه وعرض البانل دابا المشكل فين كاين التجربه صدقات لينا الحمد لله المشكل كيفاش غنطفي العافيه دابا اللي شاعله الا خويا عليها الماء كيزيد تشعل كيفاش غنطفي دابا هذا المشكل دابا عافاك طفاي الله يهديك الا دابا المشكله هذه واحد السؤال الا خوينا الماء هكا عادي يعني خوينا بزاف الماء واش غطفو ولا غتشعل نجربو ها هو الماء خويو واو اهيا علاش شنو واقع واو غابي صافي الله يسامح صافي الله يسامح صافي انا غنمشي بحالي الله يعاون طوف تهلاي وقع لي واحد المشكل واللي هو ما بغاش طفى العافيه مي خويت الماء بالقرعه ما بغاش طفى العافيه كاع بقى ساعه ما بغاش طفى كاع ففي الاخر اضطريت نحط عليها التراب انا نوري لكم ولكن كما كتشوفوا الحل الوحيد اللي بقى لي هو نخوي التراب باش طفى العافيه دابا السؤال هو علاش ملي كنخوي الماء كتزيد تشعل العافيه ما كتطفاش انا كنت عارف صراحه هذه القضيه عارفه في الزيت ولكن ماشي بهذه الدرجه يعني الزيت ملي تيكون سخون خوي فيه شويه الماء كتطلع شويه العافيه اما الشمع شويه الماء بزاف ديال العافيه ومنين خويت القرعه يعني خويت بزاف الماء طلعت بزاف ديال العافيه وما بغاش طفى ومن الفوق كانت كتفرقع اللي عنده شي تفسير علمي يكتب لنا في الكومنتير نستافدوا معاه صراحه انا ما عندي حتى تفسير هاد اللعيبه كتعرفها غير في الزيت كما قلت لكم باغي نتعرف في الشمع ومشكل هذه دابا وصلنا للتجربه الرابعه والتجربه الخطيره والاخيره غنحتاجوا فيها بزاف ديال الشمع غنشدوه كامل غندوبوه وغنحتاجوا يد بحال هذه بارك وغنديروا واحد الشكل بيديا شي شكل شي حاجه اي حاجه من بعد غنحطوا يديا في الشمع ابخي في الماء ابخي في الشمع ابخي في الماء حتى تكون لنا واحد المجسم في يديا غنحيدوه وغنحطوه وغيعطينا واحد الشكل واعر بزاف الا ما تهرش لينا فحنا غنديروا المجهود ديالنا باش ما يتهرش ونشوفوا الشكل اللي غيطلع معنا خليكم معنا
دابا وصلنا للتجربة رقم 4 والأخيرة واللي غتكون خطيرة، حيت الشمع هاد المرة سخون ودايب غنحط فيه يدية وسط الشمع، يعني غتكون شي حاجة خطيرة. غنختار شي شكل بيدية، سوا هكا سوا هكا سوا هكا، لا هكا صعيب تخرج. بسم الله. دابا غنعاود المره الثانيه كما كتشوفوا، هذه الكوش الاولى، دابا غندير الكوش الثانيه. الكوش الثالثه ما بقاش سخون، باقي سخون. كما كتشوفوا كملت بعد معاناة طويلة، السمع كان سخون حرقني في يديا واحد شوية، ولكن غير في الأول. من بعد كتكون الكوش الأولى، الكوش الثانية، الثالثة، الرابعة، كتكون سهلة. دابا فين كاين المشكل؟ كيفاش غنجبد هذه من يدي بلا ما نخسرش الشكل ديالها؟ ما 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 فكرناش في هذه يا أخي، ما بغاتش. قربت 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 يا رب يا رب يا رب، قربت قربت اخيرا. ها هو الشكل كيفاش جا، الشكل جا واعر بزاف. واه ها هو الشكل كيفاش جا، الشكل جا واعر بزاف. شوفوا من اللور واعره واعره. شوفوا من الداخل، هاي من الداخل الشكل جا واعر بزاف. كما كتشوفوا الشكل عجبني بزاف، خديته من لتحت من هنايا، وكيبان ليا غنحطو في البيت ديما. غنحط فيه واحد البوره هنا الوسط، غيولي واحد الديكور واعر، وغنحطو في البيت ديالي ديكور واعر بزاف. وفوالا كما كتشوفوا الشكل غيجي بحال هكا تماما، الشكل جا واعر بزاف. كما كتشوفوا وصلنا لافان ديال الفيديو، جيسبيغ الفيديو عجبكم، جيسبيغ لي زيكسبيريونس اللي درنا بالشمع يكونوا عجبوكم. ما تنساوش خلي معكم واحد لايك، تابوناو في لاشين، وبارجيو هذا الفيديو مع صحابكم. هبطوا لي كومونتير قولوا لي شنو هي اغرب ولا افضل اكسبيريونس بالشمع عجبتكم. بالنسبه ليا عجبتني اخر اكسبيريونس، شي حاجه كانت واعره، ان شاء الله غنحطوها في الديكور ديالنا في هذا البيت. ابقوا ديما تشوفوا في الفيديوهات من غير الا تسات ليا ولا شي حاجه. واش اللي كاين؟ نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. يلا